لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من سان بطرسبرغ دكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي. مرحبا بك مرة أخرى دكتور شعيتو معنا في هذا النقاش على إكسترا نيوز. يعني أيام تفصل روسيا المفترض من تسجيل هذا اللقاح الجديد، يعني ما هي تفاصيل هذا اللقاح؟ هل هو موثوق به إلى هذه الدرجة؟ مر بالتجارب أو المراحل المختلفة للتجارب السريرية؟ مساء الخير إليك ولمشاهدينك. يعني تجربة روسيا في علاقتها مع الأوبئة التي كانت تعصف في العالم من الطاعون إلى الأبولا إلى أوبئة أخرى حتى أيام الاتحاد السوفيتي هي تجربة ناجحة، وهذه المدرسة أنتجت الكثير من اللقاحات والأدوية التي كانت فائدة عامة للبشرية، بالإضافة إلى أن اللقاح الذي تتحدث عنه روسيا هو ليس منجز سريعا، العكس تماما، هو بدأت العمل به منذ تفشي الوباء في الصين وبالتعاون مع كل الدول التي أصابتها هذه الجائحة. ثانيا، في روسيا هناك مختبرات عريقة تقوم بهذا العمل، وهي ثلاث مختبرات، يعني كماليا في موسكو و بوتكينا في سان بطرسبرغ وفيكتور في نوفا سيبيريا، والجميع يعملون بشكل متوازن ومنسجم مع بعضهم للوصول إلى نتيجة مشتركة. تمت كل التجارب الأولية المرحلتين الأولى والثانية بنجاح دون أي عوارض، وهذه المرحلة الثالثة ستنتهي في شهر أغسطس يعني قريبا، ومن ثم سيكون اللقاح مؤمن لعدد كبير من الناس، حكما سيبدأ بالحالات الصعبة بالأطباء والعسكريين الذين يتعاطون هذه المسألة والكبار في السن والمرضى. وهذا لا يجب أن لا ننسى أن روسيا، يعني هذه ستكون أولوية طرح اللقاح أو يعني إعطاؤه للفئات الأكثر احتياجا له على الأقل في البداية؟ في البداية، نتيجة لعدم إمكانية إنتاج كميات ضخمة سريعة في نفس الوقت، ولكن سينتج ذلك لاحقا. وروسيا دعت كل الدول دون استثناء التي أيضا ستصل إلى لقاح قريبا، إن كانت أكسفورد في بريطانيا وفي ألمانيا وفي الولايات المتحدة، لأن التعاون، لأنه لا يمكن الشفاء من هذه الجائحة عالميا إلا بعملية تلقيح تشمل كل البشرية كل البلاد. إذن يجب أن تتعاون هذه فيما بينها، ولا يجب أن لا نتسابق على ذلك. وهذا ما أعلنته روسيا، وأيضا قالت وزارة الصحة الروسية أن اللقاح في البداية حكما في روسيا، ومن ثم البلاد الأكثر تعرضا وأكثر إصابة للجائحة مهما يكن نوع هذا البلد وسياستها وعلاقاتها مع روسيا. وأيضا لا ننسى أن الدواء الذي أنتجته روسيا أفيفافير هو دواء ناجح وأثبتت فعاليته، ونعرف من إحصائيات الوفيات في روسيا أنها هي الأقل عالميا، وهذا دليل على كيفية تعاطي روسيا وكيفية فعالية هذا الدواء، بالإضافة إلى الإجراءات والمدرسة السوفيتية السابقة التي ما زالت بنيتها التحتية تلعب دورا مهما في معالجة هكذا أوبئة. طب هل هو لقاح روسي روسي يعني روسي صرف، أم أنه كان هناك يعني تعاون مع دول أخرى من أجل إنتاج هذا اللقاح؟ الدواء هو تعاون مع اليابان والصين، اللقاح هو تعاون بالخبرات مع كل الدول التي عانت من جائحة الكورونا، لكنه إنتاج روسي ويختلف تماما عن ما تقوم به جامعة أكسفورد بتركيبته، لكن في المحصلة هناك نتيجة واحدة ستصل إليها البشرية، ولكن ليست في عملية استراع روسيا مع أي دولة أخرى. ونحن هنا نؤكد أن حتى اللقاح البريطاني والأمريكي المشترك سيتم إنتاجه في روسيا، تم الاتفاق مع المختبرات الروسية لإنتاج هذا اللقاح. هذا دليل وثقة بما تقوم به روسيا وبإمكانياتها العلمية السابقة ومدرستها والبنية التحتية التي تمتلكها. طيب هل يعني ذلك أنه هذا اللقاح سنجده يعني يطرح أيضا ويتم تداوله في دول أخرى؟ نعم، ما بعد بدء التلقيح في روسيا يعني في شهر سبتمبر المقبل، نحن نتوقع في شهر نوفمبر أن يبدأ توزيع اللقاح على الدول المحتاجة له، وفي نهاية العام يكون اللقاح
موزع على أغلب الدول التي تعاني بشكل حاد من هذا الوباء. طيب سؤال أخير دكتور شعيتو، يعني ما تم طرحه أو الحديث بشأن آثار جانبية لهذا اللقاح، ماذا بشأنه؟ هو مستوى الأمان يعني الخاص باللقاح؟ حتى الآن كل التجارب الروسية لم تسفر عن أي نتائج جانبية أو حالات معينة خطرة. المرحلتين الأولى والثانية، المرحلة الثالثة كما قلت ستنتهي في خلال 10 أيام أو أسبوعين. حتى الآن لا حالات استثنائية، لا خطورة، لا ارتفاع في درجات الحرارة، لا حساسية من هذا الدواء، وننتظر المرحلة الثالثة والتي ستنتهي قريبا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي العربي الروسي، كنت معنا من سان بطرسبرغ.